بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على نبينا الكريم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا الصلاة والصيام والقيام ويجعلنا من الراشدين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه لنا في الدنيا والآخرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفي جميع مرضى المسلمين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين ينظرون إلى وجهه العظيم ويجلسون مع نبيه الكريم في جنة النعيم صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فهذا الدرس إن شاء الله في الحقيقة أرد فيه على أتباع رقاة الخرافة والدجل، مثل راقي الخرافة ربيع نعيم، وراقي الخرافة حامل المسك، وراقي الخرافة الغريب الموصلي. أحيانا يتصل بنا أتباعهم للأسف الشديد الذين لا صلة لهم بالعلم الشرعي، ولا صلة لهم بأحكام الرقية الشرعية، ولا صلة لهم بفتاوى العلماء الأجلاء، فتجدهم يسبون ويردون بجهل ويطعنون في العلماء عندما نأتيهم الأدلة الشرعية الصحيحة في الرد على هؤلاء الرقاة، رقاة الخرافة والدجل. فأنا اليوم أتكلم عن نقطة نقطة نقطة، يعني لكل راقي مخرف من هؤلاء الرقاة الثلاثة نقطة واحدة فقط. فلو كان لأتباع هؤلاء الرقاة عقل، وكان لهم التزام، وكان لهم علم، أو أنهم يشمون رائحة العلم، أو أنهم فعلا يتبعون الكتاب والسنة على فهم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم بتوجيهات العلماء، لا راجعوا إلى عقولهم وتبين لهم الأمر بأن هؤلاء والعياذ بالله يستغيثون بالشياطين وينادون الشياطين ويستعينون بالشياطين ويساعدون الشياطين على التسلط والتحكم في المرضى المساكين أكثر وأكثر وأكثر. قد ذكرت لكم المقطع سابقا الذي بثه راقي الخرافة ربيع نعيم، حيث يستغيث ويستعين وينادي في الشيطان الرجيم، والمقطع موجود في قناته ووضعناه في قناتنا. المقطع عبارة عن جملة، اسمعوا جيدا وأنتم اذهبوا ابحثوا في كتب اللغة العربية، وابحثوا في فتاوى العلماء الأجلاء، وابحثوا في الشرع، يتبين لكم الأمر. إذا كنتم تتبعون الشرع وتتبعون الدين وتحبون الله سبحانه وتعالى وتحبون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتحبون الإسلام وتحبون الأحكام الشرعية، ارجعوا بهذا المقطع الذي بثه هذا الراقي رواقي الخرافة والدجل ربيع نعيم، وزنوه على الكتاب والسنة وعلى فتاوى الأئمة، وتجدون النتيجة. العلماء يقولون بأن هذه استغاثة، والاستغاثة قد أعطينا لكم نصوص شرعية، وأعطينا لكم فتاوى للعلماء، فتوى الشيخ ابن تيمية رحمة الله عليه، وفتوى علي القاري الحنفي، وفتوى الكثير من العلماء بأنها حرام، لا تجوز وتدخل في الشرك والعياذ بالله. المقطع عندما يقول راقي الخرافة ربيع نعيم: يا ثعبان يا أحمر، 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 وهو ينادي في الجن على أساس أن الجن تشكل في صورة ثعبان ودخل في جسد تلك المرأة، وهو يناديه بحرف النداء. حرف النداء هو من أدوات الاستغاثة، حرف النداء، إنه يستغيث بهذا الثعبان، يعني يستغيث بهذا الجن الذي تصور في صورة ثعبان. هذا من جهة. من جهة أخرى، ما يدري هذا الراقي المخرف بأن هذا الثعبان، يعني هذا الجن الذي تصور وتشكل في صورة ثعبان، أصبح لونه أحمر. كيف عرف بأن هذا الثعبان أو هذا الجن الذي تصور في صورة ثعبان أصبح لونه أحمر؟ كيف ذلك؟
إما أن الشيطان الجني قال له لوني أحمر، وهذه استغاثة واستعانة بالشيطان الجني لأن الشيطان الجني كذاب ولا يجوز الاستعانة به كما قال العلماء، والاستعانة به حرام وهي وسيلة للشرك أو الشرك. وإما أن المريضة قالت له أرى ثعبان، وهذا تخريف وتحريف ولعب. لماذا؟ لأن المريضة أصلا لا يؤخذ بأقوالها لأنها مسحورة، وترى شياطين الجن وترى عالم الجن وهي أصلا مريضة، فكيف يستنجد الغريق بالغريق؟ فلا نعمل بأقوالها ولا بأفعالها لأنها مريضة. وإما أن هذا الراقي المخرف يراه، فإذا كان يراه فهو مسحور ممسوس، فالأولى به أن يرقي نفسه ويعالج نفسه قبل أن يعالج غيره من الناس. ففي هذه الحالة هو مريض مسكين، من المفروض يسارع ويعالج نفسه. وحقيقة الربيع نعيم مريض مصاب بسحر ومس، ولديه مقاطع كثيرة يقول بأنني أصبت بسحر ويقول بأنني رأيت المس، فهو يعترف بنفسه وبعظمة لسانه بأنه مريض. فكيف يعالج مريض؟ فكيف يعالج ممسوس؟ وهذا ما تكلمنا عنه في الدرس السابق بأنه الوسيط، فهو يجعل نفسه وسيطا ليعالج المرضى من المسلمين، فهو مريض أصلا، هو مريض، من المفروض أنه يعالج نفسه قبل أن يعالج غيره. فكيف عرفه بأنه أحمر؟ وإما أنه يكذب. فهذه الاحتمالات التي ترد أمامنا، لأنه ينادي يا ثعبان يا أحمر يا ثعبان يا أحمر، فهذا النداء استغاثة وهو الشرك والعياذ بالله. ثانيا، كيف عرف بأن هناك ثعبان، هناك جني متشكل في صورة ثعبان في المرأة؟ هذه هبزطة وصفصطة ولعب بعقول المرضى المساكين الجهلاء. وأيضا كيف عرف لونه أحمر؟ فأنا أقول لأتباع هذا الراقي المخرف أن يراجعوا أنفسهم وأن يرجعوا إلى دينهم وأن يرجعوا إلى سنة نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم. وما هكذا تكون الرقية الشرعية، هذه كهانة ودجل وعرافة وتنجيم وشعوذة وشعبذة، وبعيدون كل البعد عن الرقية الشرعية. وأقسم لكم بالله ووالله وبالله والتالله لا تروا الشفاء ولا تشموا رائحة الشفاء مع هذه الرقى الشركية، مع هذه الشعوذة ومع هذا الدجل، وإنما قد تروا أنكم قد شفيتم لوقت محدود ولوقت معين. بسبب ماذا؟ بسبب أن هذا الشيطان اللعين ينسحب من أجسادكم ويسحب الأعراض التي كانت تحدث لكم من ألم ومن صراخ وبكاء ومن صرع ومن إغماء، إلى حين، إلى وقت من الأوقات، ممكن إلى شهر، إلى شهرين، إلى سنة، إلى سنتين، ثم يرجع إليكم بقوة. بل لا أقول يرجع، وإنما يظهر بقوة، لأنه لم يترككم أصلا، بل هو باقي معكم. لماذا؟ لأن الرقية التي اتبعتموها لم تطرده ولم تدفعه ولم تتخلص منه. فالرقية التي تدفعه والتي تتخلص منه والتي تقضي عليه قضاء مبرما هي قراءة القرآن ثم قراءة القرآن ثم قراءة القرآن والأذكار والأدعية، قراءة سورة البقرة كلام رب الأرباب، كلام رب العالمين، قراءة آية الكرسي، قراءة المعوذتين، قراءة الفاتحة، الآذان. وهذه الأمور هي التي تقضي وتدفع بإذن الله سبحانه وتعالى شيطان الجن وتزيل السحر. أما باقي الأمور التي تظهر على ألسنة وعلى اجتهادات وبدع وخزعبلات وضلالات هؤلاء الرقاة، ما تزيدكم والله 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 ما تزيدكم أولا إلا بعدا عن ربكم سبحانه وتعالى، لأنكم تبتعدون عن العلاج بكلام الله، بعدا عن نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم لأنها تبعدكم عن العلاج بالأذكار والأدعية، تبعدكم عن العلاج بطريقة الوحي،
تبعدكم عن العلاج بالرقية الشرعية، تبعدكم عن سلفكم الصالح الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، تبعدكم عن علمائكم الأجلاء، لأنها تبعدكم عن الفتاوى الشرعية التي تكلم فيها العلماء عن هذه الأمور. فإذا هذه رقى شركية، رقى بدع وضلالات، لا يجوز لكم متابعتها، لا يجوز لكم العلاج بها، لأن جميع العلماء بدون استثناء قد أجابوا وردوا وبينوا بأن هذه الرقى عبارة عن كهانة وعبارة عن ضروب من الكهانة. هذا بالنسبة للراقي المخرف ربيع نعيم. أما بالنسبة للراقي المخرف الغريب الموصلي، أتباعه يتصلون بنا ويعلقون ويراسلون فيسبون ويشتمون ويقولون أقوالا وأقوال. لماذا؟ لأنهم يروا الراقي الغريب الموصلي راقي شرعي، راقي متبع للكتاب والسنة. عنده مقاطع، عنده مقاطع، بدل ما يقرأ القرآن الكريم، بدل ما يقرأ الفاتحة كما قرأها أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه على اللديغ، بدل ما يقرأ سورة الفاتحة كما قرأها عم خارج بن الصلت على المجنون، بدل ما يقرأ المعوذتين كما قرأها نبينا الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، كما جاء في حديث عائشة في الصحيحين قالت: كان إذا مرض النبي صلى الله عليه وسلم أو مرض أحد من أهله قرأ عليه المعوذتين: يا مرضى، يا مساكين، يا أتباع الخرافة والدجل، كيف تتركون ما جاء به نبيكم الكريم؟ كيف تتركون ما جاء في السنة؟ كيف تتركون كلام رب العالمين؟ كيف تتركون ما عالج به جبريل عليه الصلاة والسلام النبي صلى الله عليه وسلم، وما عالج به النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، وعالج به أصحابه، وعالج به أهله، وتذهبون إلى راقي مخرب مثل ربيع نعيم، أو راقي مخرف مثل الغريب الموصلي، أو راقي مخرف مثل حامل المسك، أصحاب الكهانة والدجل وضلال؟ اسمعوا الغريب الموصلي ماذا يقرأ بدل ما يقرأ القرآن الكريم والأذكار والأدعية. ماذا يقول؟ حية سوداء، حية سوداء، حية سوداء، حية سوداء، سواد في الطعام، سواد في النوم، سواد في الجمال، سواد في الحركة، سواد سواد، سواد سواد. يعني هذه آية يقرأها نزلت عليه من طرف الشياطين، هذه آية قرآنية من قرآنه الجديد الذي نزل عليه، يقرأه ويتلوه ويردده، وكأنه آية قرآنية، وكأنه الفاتحة، وكأنه الآذان. حية سوداء، حية سوداء، حية سوداء، حية سوداء. وثم يقول: سواد في الجمال، سواد في الطعام، سواد في الشرب، سواد في اللباس، سواد في الوجه. فإذا هذه الحية التي يتكلم عنها مثل ما يتكلم راقي الخرافة والدجل ربيع نعيم: ثعبان ثعبان، حي 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 حي، قط 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 قط. هذه العيب، فهذه كهانة ودجل إلى هذه الدرجة يا مرضى يا مساكين، إلى هذه الدرجة يلعبون بعقولكم، إلى هذه الدرجة يبعدونكم عن العلاج بالقرآن الكريم كلام رب العالمين. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، إلى هذه الدرجة يبعدونكم عن الشفاء الذي فيه الشفاء وفيه الكمال وفيه الإطمئنان وفيه السكينة والوقار وفيه الرحمة كلام رب العالمين. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. يا عباد الله، القرآن الكريم هو العلاج، هو الشفاء، هو الذي يطرد الشيطان، هو الذي يقضي على الشيطان، هو الذي يدفع الشيطان. الآذان إذا نادى المنادي للصلاة أدبر الشيطان وله ضرار. الأذان يطرده، الأذان يسعقه، الأذان يبعده. لا حول ولا قوة إلا بالله. نحن نتكلم مع من؟ نتكلم مع مسلمين. ارجعوا إلى كتاب ربكم، ارجعوا إلى العلاج بالقرآن، بكلام رب الأرباب، بكلام رب العالمين، بكلام خالقكم. هو الذي يطرد ويدفع عنكم شيطانكم، وليس هذا الكلام السفسطة، كلام التافه، الكلام الذي لا معنى له، الكلام الشركي،
كلام البدع والخزعبلات والضلالات التي تساعد الشياطين في التحكم والتسلط عليكم أكثر وأكثر وأكثر. يقرأ ويقول في مكان قراءة الفاتحة وقراءة المعوذتين: حية سوداء، حية سوداء، حية سوداء، سواد في الطعام، سواد في الشراب، سواد في الوجه، سواد في اللباس، سواد في العمل. أصبحت هذه الحية وكأنها رب عند هذه الرقاة، رقاة الخرافة والدجل، فأصبح كل شيء أسود بسبب هذه الحية السوداء. فهذه الحية من أين جاءت؟ جاءت من إفريقيا أم جاءت من غابات الأمازون أم جاءت من أين؟ بالله عليكم يا رقاة الخرافة والدجل، اتقوا الله، ارجعوا إلى الله، ابتعدوا عن الكهانة والدجل، ابتعدوا عن الضلال المبين. إنكم تبعدون الأمة الإسلامية، تبعدون المسلمين وغير المسلمين عن العلاج بكلام رب العالمين، تبعدونهم عن العلاج بالأذكار والأدعية، وتوجهونهم إلى العلاج بما جاء به السحرة والكهنة والعرافين والمنجمين وأصحاب الضلالات والبدع والخزعبلات. اتقوا الله، إنكم تسألون يوم القيامة: ضيعتم الأمة، ضيعتم البلاد والعباد، قضيتم على أهل السنة والجماعة في معتقدهم في التعامل مع الجن والشياطين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما أتباع راق الخرافة والدجل حامل المسك الذين يتصلون بنا ويسبوننا ويشتموننا ويتكلمون معنا كلام غير لائق، هؤلاء أيضا مرضى مساكين مصابون بالسحر والمس، وزادهم هذا الراق المخرف بدعا وضلالات، وأدخلهم في الكهانة والضلال، وأدخلهم في البدع والخزعبلات، وأصبحوا يرونه بأنه راق شرعي. أين هذه الرقية الشرعية؟ هل هو يقرأ عليكم القرآن؟ هل هو يكرر لكم ما يطرد الشيطان؟ ألا تعلمون بأن آية الكرسي إذا كررت تدفع وتطرد الشيطان؟ هم لا يريدون أن يطردوا الشيطان، هم يأتون بكلام فارغ تافه باجتهادات عفنة من عقولهم وبطونهم. من أجل ماذا؟ من أجل أن يحضر الشيطان، من أجل أن يحاولوا الشيطان، من أجل أن يجالسوا الشيطان، من أجل أن يمازحوا الشيطان، من أجل أن يحكموا الشيطان في المريض أكثر وأكثر وأكثر. هل رأيتم راق من هؤلاء الرقاة الثلاثة يوما ما كرر آية الكرسي لمدة ساعة أو ساعتان؟ هل رأيتم راقي من رقاة الخرافة والدجل الثلاثة هؤلاء كرر الفاتحة كما كررها صحابي الجليل رضي الله عنه أبي سعيد الخدري، كما كررها الصحابي الجليل عم خارج بن السلط رضي الله عنه وأرضاه؟ هل قرأ المعوذتان وكررها؟ هل كرر الأذان؟ هل كرر أواخر سورة البقرة؟ هذا ما وجهنا إليه نبينا الكريم. أنتم تتبعون النبي صلى الله عليه وسلم أم تتبعون هؤلاء الرقاة، رقاة الكهانة والدجل الذين حذروا منهم العلماء، حذروا من أقوالهم، حذروا من أفعالهم، حذروا من هذا المعتقد الفاسد، حتى جعلوا الناس يعتقدون أن الرقية الشرعية هي عبارة عن ماذا؟ عن هبزطة وصفصطة وفلسفة، عبارة عن حوار مع الشيطان، عبارة عن مجالسة مع الشيطان، عبارة عن استغاثة واستعانة بالشيطان. من أين لك يا راقي الخرافة، يا حامل المسك، بأن المريض المسحور إذا رأى في المنام رجلا أبيض هذا يدل على أنه جني مسلم أبيض؟ من أين لك يا راقي الخرافة، يا حامل المسك، على أن المسحور إذا رأى رجلا أسود هذا يدل على أنه جني يهودي؟ من أين لك يا راقي الخرافة والدجل على أن المسحور إذا رأى رجلا في المنام رمادي يدل على أنه جني مشرك؟ من أين لك يا راقي الخرافة والدجل، يا حامل المسك، على أن المسحور إذا رأى رجلا في المنام أصفرا يدل على أنه جني نصراني؟ من أين لك؟ هل عندك دليل من الكتاب والسنة؟ هل عندك دليل أو أثر من عند الصحابة؟ هل عندك دليل أو قول أو فتوى عالم من العلماء السلف، علماء أهل السنة والجماعة، قالوا بأن المسحور إذا رأى كذا يدل على كذا؟ تتكهن وتتنجم وتتعرف، أليست هذه عرافة؟
أليست هذه كهنة يا أتباع رقة الخرافة والدجل؟ ألا تتقوا الله؟ ألا تخافوا الله؟ ألا تعالجوا بما عالج به نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. إذا كنتم تحبون الله عالجوا بكلام ربي الله برب الأرباب. إذا كنتم تحبون الله عالجوا بما جاء به نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم من أذكار وأدعية من سنة مطهرة. فالذي لا يعالج بالقرآن ولا يعالج بالأذكار ولا يعالج بالأدعية يا مرضى يا مساكين لا يجوز العلاج عنده. هذا صاحب بدعة وضلالة، هذا صاحب خزعبلات، هذا صاحب ضلالات، لا يجوز العلاج عنده، لا يجوز متابعته، لا يجوز الإشهار به، لا يجوز لا يجوز لا يجوز كما قال العلماء يا عباد الله. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فهذا الرد في الحقيقة جعلته للرد على أتباع رقاة الخرافة والدجل هؤلاء، وللأتباع المساكين الذين لا علم لهم في الكتاب ولا علم لهم بالسنة ولا علم لهم بفتاوى العلماء. فلو كانوا فعلا يبحثون عن العلاج الحقيقي الذي يهزم الشيطان ويخذل الشيطان ويطرد عنهم الشيطان ويبعد عنهم الشيطان ويزيل عنهم الأمراض مثل السحر والعين والحسد والوسواس والحالات النفسية، لا شيء يرد هذه الأمراض الروحية إلا القرآن الكريم، إلا الأذكار، إلا الأدعية، كما قال الإمام العلامة شيخ الإسلام ابن القيم في كتابه الداء والدواء، وأكد هذا في كتابه الكلم الطيب. فارجعوا إلى العلماء الأجلاء، ارجعوا إلى العلماء الأجلاء يا مرضى يا مساكين، ارجعوا إلى العلماء الأجلاء. هؤلاء الرقاة، رقاة الخرافة، يعملون مع الشياطين ويساعدون الشياطين في التحكم والتمكن والتسلط أكثر وأكثر وأكثر، بل حتى تصبحوا أنتم يا مرضى عرافين وتصبحوا مشعوذين وتصبحوا سحرة وتصبحوا كهنة وتصبحوا منجمين دون أن تشعروا ولا تعلموا. فالحذر الحذر 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 من هؤلاء الرقاة، رقاة الخرافة والدجل. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله وسلم على نبينا الكريم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.